مرحبا، أنا أسماء ورجعت لكم بفيديو أغلبكم طلبتوه وهو روتيني الأسبوعي في التنظيف. اخترت لكم تنظيف مطبخي الصغير، لكن قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوش الضغط على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس، ونبدأ على بركة الله. كل أسبوع قبل ما نبدأ التنظيف نحب نلبس ملابس مريحة، يعني حتى نقدر نخدم بيان. ونبدأ أولا بتنظيف أوراق النباتات باستعمال منشفة تكون مبلولة، وبعد ذلك نقوم برش النبتة بخليط من الماء وقطرات من السماد. نقوم بهذه العملية كل 10 أيام، ولكن بالنسبة لتنظيف الأوراق فتقريبا كل يوم يومين. بعد نبدأ بغسل المواعين، لكن قبل ذلك البسوا جلوفز لحماية أيديكم من الماء الساخن ومحلول الغسيل اللي تستعملوه. قبل ما نبدأ في الغسل نقوم بغسل أولي، اللي هو نصفي المواعين تاعي ونغسلهم فقط باستعمال الماء. وباستعمال غسول فيم الكريمي نغسل اللوفي تاعي. على بالي اغلبكم يقولوا لي نغسلوه بعد ما نكملوا غسل المواعين، ولكن نفضل نغسله قبل وبعد حتى نضمن انه كل شيء عندي نظيف. للتوضيح فقط انه هذا مشي اعلان لا الفيم ولا لاي ماركة تانية، الفيديو فقط لمساعدتكم واني نحط اقتراحات لبعض المنتجات اللي انا استعملتها وكانت افيكاس. لضمان تنظيف عميق للمواعين نضيف بعض القطرات من محلول الكلور أو ماء الجافيل إلى غسول المواعين. في هذه المرحلة لازم تغسلوا المواعين تاعكم بالماء جيدا حتى تضمنوا أنه ما بقاتش أثار للكلور. هذه هي مشكلة الإنسان اللي يسكن في شقة صغيرة، خاصة هنا في مونتريال لا يوجد آلة غسيل أو لاف فيسيل في الشقق الصغيرة، فالواحد يتكل على يديه صحيح. فوالا، ننتقل للمرحلة الثانية في التنظيف العميق وهي تنظيف الفرن. الفرن أنا نطفه كل يوم، ولكن كل أسبوع يكون هناك تنظيف عميق باستعمال الغسول الكيميائي ودائما غسول فيم المحبب لدى العائلة، يعني هو متوارد بين أفراد العائلة تاعنا. جربت نمسح سطح الفرن باستعمال خل وبيكربونات الصوديوم، ولكني ما قدرت صراحة. ريحة المواد الكيميائية تحسسني بالنظافة، تحسسني أنه كل شيء في البيت راه نظيف. إذا كنتوا كيفي اكتبوا لي في التعليقات. تدام، التنظيف والله راحة نفسية لا توصف. ننتقل مع بعض للمرحلة الثالثة وهي تنظيف الأسطح والجدران باستعمال مواد أخرى غير الفيم، على بالي كثرت عليكم به. ففي هذه المرحلة استعملت البار كيبرز فريند ومستر كلين. مستر كلين فقط لتنظيف الجدران والأسطح، أما المنتج الأول فيستعمل لتنظيف الألومنيوم. نخليكم تشوفوا نتيجة التنظيف تاعه، عجبني بزاف
وينظف بعمق. آخر مرحلة هي غسل المايكرويف. بالعادة نمسحه كل 3 أيام باستعمال الخل والماء، ولكن في تنظيف الأسبوع العميق نستعمل غسول الأواني. نمسح المايكرويف تاعي من الداخل ومن الخارج، وبعد بمنشفة مبلولة نعاود نمسح تاني من الداخل والخارج حتى نضمن نظافة المايكرويف تاعي. نعتذر ما صورت لكمش كل المطبخ حفاظا على بعض الخصوصية، ونتمنى تتفهموني. بعد ما كملت تنظيف مسحت الأرضية، وبعد شفت واش ناقص في المطبخ. مثلا هنا ضفت ورق إسويتو وشفت إذا كل شيء تمام. وكان هذا روتيني الأسبوعي لتنظيف المطبخ، الفيديو اللي كان الناس كامل تستنى فيه. بعد ما كملت تنظيف قررت نخرج نتمشى لتغيير الجو، الواحد يبدل شوية، ورحت للبارك اللي بجانب المنزل واستنشقت الهواء النقي، ولكن كان شوية البرد لذلك رجعت للبيت بسرعة. كان هذا فيديو اليوم، نتمنى أنه الفيديو نال إعجابكم. ما تنسوش تدعموني باللايك شير وسبسكرايب وتفعيل جرس الإنذارات، وما تنسوش تاني تبعتوا الفيديو إذا عجبكم لأصدقائكم. نشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.